معك بآخر التطورات؟ هل الحرائق ما زالت مستعرة في الجليل والجولان؟ وماذا عن بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التطورات المتسارعة؟ يعني قبل قليل دوت سفرات الإنذار مرة أخرى في منطقة جتسرين في وسط هضبة الجولان، وأيضا في المناطق الواقعة في شمالي الهضبة من بينها شاعل وكيلع، وذلك خشية تسلل المسيرات. شاهدنا اعتراضا على ما يبدو لمسيرة واحدة عبر طائرة حربية عسكرية إسرائيلية قامت بإطلاق صاروخ واحد نحو هذه المسيرة، ولكن على ما يبدو أن الحدث مستمر، لا سيما وأن الطائرات الحربية تواصل تحليقها في سماء الجولان. أيضا في الساعة الماضية تم اعتراض هدفين جويين مشبوهين تسللا من الحدود، تحديدا في منطقة إصبع الجليل أو في سهل الحولة. أطلقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية قذيفتي اعتراض نحو الصواريخ. أما بخصوص الحرائق فحاليا تم السيطرة على عدد من هذه الحرائق، فيما تواصل طواقم الإطفاء محاولة السيطرة على بقية الحرائق التي اندلعت بالأصل ب15 نقطة في الجولان وأيضا في الجليل الأعلى، أبرز النقاط في جتسرين ومحيطها وفي شمال الهضبة، إضافة إلى منطقة صفد في الجليل الأعلى اندلعت فيها الحرائق، وذلك بفعل سقوط شظايا اعتراض من الصواريخ الإسرائيلية. نتحدث عن استهداف واسع كان بالصواريخ وبالمسيرات. وفقا للجيش الإسرائيلي فقد أقر برصد 40 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان نحو مناطق واسعة، ولكن أيضا قال بأنه اعترض 5 مسيرات من أصل 7 أطلقت وتجاوزت الحدود من لبنان. ولكن بعد هذا البيان توالت صافرات الإنذار بفعل الخشية من تسلل المسيرات، وكانت هناك عدة اعتراضات وأيضا عدة محاولات من حزب الله لإرسال مسيرات إلى مواقع إسرائيل على الطرف الثاني من الحدود. نتحدث عن استهداف واسع، عن رد واسع من قبل حزب الله على عملية اغتيال القيادي البارز. هذا الرد يستمر لليوم الثاني على التوالي ويصل إلى مناطق واسعة، وأيضا لافت هذا القصف العنيف الذي طال 6 مواقع إسرائيلية بالتزامن وخلال 40 دقيقة، وهو ما يشير إلى إمكانية تصعيد الأوضاع الأمنية على هذه الحدود في ظل استمرار إسرائيل في سياسة الاغتيال، وفي ظل أيضا استمرار حزب الله بتوسيع الرد وتوسيع الاستهدافات ردا على الاغتيالات والقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي لبنان الذي وصل حتى إلى مناطق في العمق.